لبنان قدره أن يكون دائماً موجوداً. بهذه العبارة احتفلت قنصلية ريو دي جانيرو بالعيد الأخير للاستقلال، ولم تكن تعلم أن هذا القدر يتآمر ليجعلها غير موجودة. هل تعرفون أن الحكومة كانت تنوي بحجة تقليص النفقات إقفال القنصلية وشطبها مع مئات آلاف المتحدرين من أصل لبناني عن السجلات اللبنانية؟ نعم صدقوا، صحيح تم إرجاء البند خلال الجلسة الحكومية الأخيرة، لكن المؤامرة مستمرة. ما بيقدر إنسان واحد أو اثنين ياخدوا قرارات تسكير بعثة قنصلية دبلوماسية عمرها 70-80 سنة بشخطة قلم بورقة إنه أخذنا قرار بدنا نسكر. لا، ما بتتسكر، لا القرار بيتاخد وما بتتسكر ومش تحدي. لمن لا يعلم من الرؤساء والوزراء، إلى شواطئ ريو حمل مئات الآلاف حقائبهم عام 1910، تعبوا وبنوا عائلات ووصلوا إلى أعلى المراتب، وبقيت عيونهم نحو الوطن حيث تخطط المنظومة الحاكمة لتهجيرهم مرة جديدة. هل تعلمون أيها الوزراء أن القنصلية العامة في ريو هي أقدم بعثة دبلوماسية في القارة اللاتينية، يعود تاريخها إلى أواسط القرن الماضي؟ هل تعلمون أن الجالية اشترت مقر القنصلية وقدمته للدولة التي لا تدفع سوى 5000 دولار شهرياً كرواتب فقط لا غير؟ هل تعلمون أن عدد ملفات الجالية في القنصلية أكثر من 17000 ملف، بعضها يعود إلى عام 1930، وهناك الآلاف يريدون الآن استعادة الجنسية؟ هل تعرفون أن القنصلية تمكنت من فتح قلم انتخابي عام 2022 لأول مرة، وهذا ما عجزت عنه سفارات عريقة في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والأوروغواي؟ وهل تعلمون أن القنصلية أمنت هبة أجهزة تنفس بمليوني دولار للبنان أثناء كورونا، وأسست منذ سنتين أول أكاديمية لبنانية برازيلية على مستوى البرازيل والعالم؟ نعم أيها الوزراء، إنكم تعرفون. نحن الملك خاص، ما بتكلف ولا ليرة على الدولة اللبنانية. الملك الخاص الجالي اشترته والجالي قدمته واشترت لسان باولو، ما عليهم أي مصروف، ما يدعوا، ما يجيبوا تكهنات. باختصار، تعليق العمل بهذا الصرح التاريخي جريمة وصفعة في وجه أكبر جالية لبنانية في العالم. فاتعظوا إن كنتم تتعظون.